Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. اهلا بكم مره ثانيه طلبه وطالبات الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي. تعالوا بينا نكمل الجزء اللي احنا بداناه وده الخاص بمراجعه بدايه العام قبل دخول المنهج. وقلنا ان المراجعه دي يا حبايبي مهمه جدا لانها خاصه باساسيات الجرامر اللي هيتنيه ماشي معانا ان شاء الله من اولى اعدادي لغايه ثالثة ثانوي. بدأناها بالجزء الأول وده كان خاص بإزاي أكون جملة in English، وقلنا أن تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية مختلف تماما عن تكوين الجملة في العربي. For example، على سبيل المثال لما أجي أقول لك يحب أحمد السمك، لو أنا بصيت للجملة دي هلاقيها إنها جملة فعلية بتبدأ بفعل وده طبيعي في العربي، لكن هل في الإنجليزي ينفع أبدأ بكلمة يحب؟ هقول لك لا طبعا، لان شكل ما قلنا المره اللي فاتت ان الجمله في اللغه الانجليزيه لازم تبدا بسبجكت، قلنا السبجكت اللي هو الفاعل، فهنا مش هينفع ابدا ان انا ابدا بكلمه يحب، فلازم ابدا بكلمه احمد لان ده هو فاعل الجمله بتاعتي، فلازم اقول احمد لايكس فيش وكده تبقى جملتي صحيحه، لكن مش ممكن ابدا ان انا هقول لايكس احمد فيش. يبقى اذا العربي بيختلف عن الانجليزي، وان العرب ممكن ابدا بفعل او ابدا باسم، لكن في الانجليزي ده مختلف تماما. عشان كده when you translate لما بتيجي تترجم لازم اخلي بالي، لان معظم الجمل في العربي هلاقيها بدا بفعل، لكن انا وانا جاي اعمل translation للانجليزي لازم ابدا بالسبجكت الفاعل بتاعي. قلنا المره اللي فاتت ان اللي بيجي بعد السبجكت هو الفيرب، واحنا قسمنا الافعال لنوعين اتنين، في حاجه اسمها main verb ده فعل اساسي ما اقدرش استغنى عنه ابدا في الجمله، وفي حاجة اسمها helping verb يعني فعل مساعد بيجي قدام الفعل الأساسي. طيب النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأفعال المساعدة والأفعال الأساسية بشكل مفصل، يعني هل كل الأفعال الأساسية ممكن تبقى مساعدة وهل كل الأفعال المساعدة ممكن تبقى أساسية؟ تعال نشوف الكلام. قال لي إن أعداد الأفعال في اللغة الإنجليزية كبيرة جدا جدا، فبالتالي ممكن أنا ملمش بيها كلها، لكن سهل عليا إن أنا أحفظ الـ helping verbs الأفعال المساعدة. إيه ده يعني مش كل الأفعال ممكن أقول عليها مساعدة وأساسية؟ أقول لك لا طبعا، الأفعال المساعدة هم أربعة: verb to be, verb to do, verb to have and modal verbs. verb to be, verb to do, verb to have، وعندنا كمان الأفعال الناقصة، دي بقول عليها أفعال مساعدة. يعني إيه أفعال مساعدة؟ يعني الأفعال دي هي اللي لو اجتمع فعلين أو ثلاثة أو أربعة لازم الفعل الأولاني قبل الفعل الأساسي يكون واحد من دول، يا إما verb to be، يا إما verb to do، يا إما verb to have، يا إما modal verb. يعني لما أجي أقول لك المثال ده هاني will play tennis، هاني هيلعب تنس، لو انا بصيت للفعل بتاعي هلاقيه هاني، شكل ما قلنا يا ترى ده ناون ولا بروناون؟ هلاقيه ناون. طيب الفعل بتاعي هو will play وده مكون من فعلين اتنين will and play، طب يا ترى لما هشوف الفعل المساعد قال لي هلاقيه will، لان قلنا الفعل المساعد هو اللي بيجي الاول وبعدين المين فيرب الفعل الاساسي هو play. طيب لو انا شفت will هلاقيه modal verb يعني فعل ناقص. مثال اخر when I say she has watched the film يعني هي شاهدت الفيلم، طبعا السبجكت بتاعي هو she، طب الفعل بتاعي has watched، طيب لو شفت has watched هلاقي المساعد بتاعي هو has watched هو المين فيرب. طيب اذا لما اشوف has هلاقيها من الافعال المساعده اللي انا قلتها هو verb to have. يبقى إذا اجتمع فعلين ورا بعض في الجملة أو ثلاثة أو أربعة هلاقي الأفعال المساعدة لازم تكون من دي: verb to be, verb to do, verb to have, modal verbs. مهم جدا بقى حبايبي طلبة المرحلة الإعدادية إن أنا أحفظ الـ helping verbs دي شكل اسمي، لازم أحفظها لأن بيعتمد عليها جزء كبير جدا من الجرامر بتاع الإنجليش. يعني لو طولت تكررهم كل يوم صبح وظهر وبالليل إعمل كده. أول ما تقوم منهم verb to be, verb to do, verb to have and modal verbs. طب تعالوا نشوف إيه حكاية الأفعال المساعدة دي وليه هي مهمة في الجرامر بتاع الإنجليش. قبل كل شيء لازم أكون عارف إن any verb in English أي فعل في الإنجليزي ليه 5 forms خمس أشكال. إيه هي الأشكال دي؟ أول شكل خالص وهو الإنفينيتيف المصدر، تاني شكل هو present المضارع، تالت شكل past ماضي، رابع شكل هو past participle يعني التصريف الثالث، خامس شكله هو verb plus ing gerund الفعل مضاف له
ing. يبقى إذن أي فعل في الإنجليزي هلاقي ليه الخمس أشكال دول: infinitive مصدر، present مضارع، past ماضي، past participle تصريف ثالث، وعندنا كمان gerund verb plus ing. إلا فعل واحد هو اللي مش هلاقي فيه الكلام ده، وهو المودل verbs الأفعال الناصب. يعني تعال نشوف أول فعل مساعد معانا هو verb to be، فعل يكون. هلاقي إن الانفينيتيف بتاعه المصدر بتاعه هو be، المضارع بتاعه هو am is and are، الماضي بتاعه هو was and were، الباست participle بتاعه هو been، الverb plus ing هو being. يبقى إذن هنا في خمس أشكال لverb to be. طيب تعال نشوف الفعل المساعد الثاني معانا، وهو verb to do. لما اشوف verb to do هلاقي ان المصدر بتاعه هو do، المضارع بتاعه do or does، الماضي بتاعه did، الباست participle هو done، and gerund بتاعه هو doing. طيب تعال نشوف verb to have. لما اشوف verb to have هلاقي ان المصدر بتاعه هو have، المضارع بتاعه have and has، الماضي بتاعه had، الباست participle هو برضو had، والفعل plus ing هو having. طب تعال بقى على الافعال الناقصه المودل فيربس، هلاقي ان الافعال الناقصه ملهاش الا الشكلين، هو البريزنت المضارع والباست الماضي، يعني مش هلاقي ليه مصدر، ولا هلاقي ليه باست بارتيسيبل تصريف ثالث، ولا هلاقي ليه جيرند فيرب بلس اي ان جي. لايك كان ذا باست از كود، ويل ذا باست از وود، شال ذا باست از شود، ماي the bust is might and etc. يبقى إذن أي فعل في اللغة الإنجليزية هلاقي لي الخمس أشكال دول إلا الأفعال الناقصة المودل verbs، هلاقي ليها شكلين اتنين بس: present and past. وطبعا مهم جدا يا حبايبي شكل ما قلت لكم إن أنا أحفظ الخمس أشكال بتوع كل فعل، وخاصة الهيلبينج فيربس الافعال المساعده، لان دي بيعتمد عليها الجزء الاكبر من جرامر بتاع اللغه الانجليزيه. طيب السؤال هنا بقى اللي بيطرح نفسه، هل الافعال المساعده دي ممكن تيجي افعال اساسيه، ولا هي شغلتها في الجمله فقط افعال مساعده؟ هقول لك لا، كل الافعال المساعده دون استثناء ممكن تيجي افعال اساسيه، الا المودل فيربس، إلا الأفعال الناقصة، هي دي الأفعال اللي مش ممكن تلاقيها واقفة لوحدها في الجملة أبدا. For example، على سبيل المثال، when I say Rami is a teacher، رامي مدرس، لو قلت لك السبجكت بتاعي فين هتقولي هو رامي، طيب فين الفعل بتاعي هتقولي is. طيب يا ترى في حاجة جاية ورا إز، يعني في فعل تاني جاي ورا إز؟ هتقولي لأ مفيش إلا إز. هقول لك إز هنا من الأفعال المساعدة، ولكن شغلته في الجملة دي هو main verb فعل أساسي، لأن جاي لوحده في الجملة. طيب تعال نشوف المثال التاني ده، رامي is playing tennis، رامي بيلعب تنس، الفعل بتاعي هو رامي، طيب الفعل بتاعي is playing، في كم فعل هنا؟ هتقولي two، is and playing. طيب يبقى إذن is هنا helping verb فعل مساعد، playing ده المين فيرب الفعل الأساسي، يبقى إذن is هنا شغلته إيه؟ هقول لك شغلته فعل مساعد. ليه؟ لأن جاي مع فعل تاني. يبقى إذن الأفعال المساعدة ممكن تشتغل أفعال أساسية لو جاية لوحدها في الجملة، ممكن تبقى أفعال مساعدة لو جاية مع فعل آخر. تعال نشوف المثال التاني ده، when I say I have a car، يعني انا امتلك سياره، السبجكت بتاعي هو اي، طيب اي هنا noun or pronoun؟ اكيد هتقولي pronoun. طيب where's the verb؟ فين الفعل بتاعي؟ هتقولي have. طيب have ده من الافعال المساعده مظبوط؟ ايوه مظبوط. طيب شغلته هنا ايه؟ هتقولي main verb فعل اساسي. ليه؟ لان جاي لوحده في الجمله، مفيش معاه افعال تانيه. لكن لو شفنا الجمله دي، I have watched the film، انا شاهدت الفيلم، الفعل بتاعي برضه هو I، طيب الفعل المساعد بتاعي هو have، والفعل الأساسي بتاعي هو watched. يبقى لما أقول لك have هنا شغلتها فعل مساعد ولا فعل أساسي؟ لا هتقول لي فعل مساعد. لما أسألك ليه هتقول لي لأن جاي وراها فعل أساسي. يبقى إذن الأفعال المساعدة لو جاي لوحدها في الجملة بقول عليها شغلتها فعل أساسي main verb، أما لو جاية مع فعل آخر فبقول عليها helping verb، شغلتها هنا helping verb يعني فعل مساعد. الحاجة التانية اللي لازم اخد بالي منها، قلت لو اجتمع
فعلين أو ثلاثة أو أربعة في الجملة، مش هلاقي إلا main verb واحد بس، فعل أساسي واحد، والباقي كله هيكون من helping verbs، من الأفعال المساعدة، وعمره ما هيخرج عن verb to be, verb to do, verb to have and modal verbs. For example، على سبيل المثال، when I say he has washed the car، يعني هو غسل السيارة، لما أقول لك فين السبجكت بتاعي هتقول لي he، طب فين الفيرب بتاعي هتقول لي has washed. طيب لما أقول لك الفعل بتاعي هنا مكون من كام فعل هتقول لي two verbs، has and washed. يبقى المساعد بتاعي الهيلبنج بتاعي هو has، طيب والمين بتاعي هو washed. طب تعال نبص بقى على الهيلبنج فيرب اللي هو has، هلاقيه من الأفعال المساعدة بتاعتي اللي أنا حفظتها من verb to have. Another example when I say he has been eating for 3 minutes. He has been eating for 3 minutes. هو بياكل بقاله 3 دقايق. Subject بتاعي هو he. طب الverb بتاعي has been eating. طيب في كم فعل هنا هتقول لي 3 verbs، 3 أفعال. طيب المساعد بتاعي أكيد هيكون مين؟ هتقول لي hasn't been، لأن المين فيرب بتاعي هو eating وبيكون آخر فعل في الأفعال دي. طيب لما أجي أقول لك يا ترى hasn't been من الأفعال المساعدة اللي إحنا قلناها، هتقول لي أيوة طبعا has ده من فيرب to have وبن ده من فيرب to be. مثال تاني، وخلي بالك من المثال ده كويس لأن هلاقي فيه 4 أفعال، الفعل بتاعي مكون من 4 أفعال، وطالما قلت لك 4 أفعال فأنت لازم تفهم إن في 3 مساعد وواحد بس هو الأساسي، يعني 3 helping verbs وواحد بس هو اللي main verb. When I say his car must have been stolen، his car must have been stolen، لما أجي أقول لك الفعل بتاعي هنا فين هتقول لي must have been stolen، وده بعد كده هنعرف إن هو passive voice يعني مبني مجهول، ولكن خلينا في اللي احنا بنتكلم فيه must have been stolen. الأربع أفعال دول لما بص عليهم هلاقي اللي فيه one main verb هو كلمة stolen، يبقى ده الفعل الأساسي، يبقى أكيد الباقي كله helping verbs، أفعال مساعدة. طيب لما أشوف must هلاقيه من modal verbs، لما أشوف have هلاقيه من verb to have، لما أشوف been هلاقيه من verb to be. يبقى إذن إذا اجتمع أكتر من فعل في الجملة يبقى إذن كله أفعال مساعدة إلا الأخير هو main verb، وحلاقي إن الأفعال المساعدة من الأفعال دي verb to be, verb to do, verb to have, modal verbs. يبقى أنا ممكن ما أقدرش أحفظ كل أفعال اللغة الإنجليزية، لكن أقدر أحفظ الأفعال دي لأنها 4 فقط، وهم verb to be, verb to do, verb to have, modal verbs. وطبعا الفكرة مش أن أنا أحفظ بس أسميهم، لا لازم أحفظ كمان التكوين بتاعهم، verb to be بيكون من إيه، verb to do بيكون من إيه، verb to have بيكون من إيه، والmodal verbs شكله. طيب لازم أحفظهم يعني الأفعال المساعدة دي مهمة أوي أوي كده؟ هقول لك أيوة مهمة أوي 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 كده، لأن دايما في الشرح بتاعنا اللي جاي حتى لما هندخل المنهج بتاعنا هتلاقيني دايما بسألك فين السبجكت، فين الهيلبنج فيرب، فين المين فيرب، فين الأوبجيكت، الحاجات دي كلها لازم أعرفها عشان أقدر أبقى متمكن في الجرامر بتاع الإنجليش، وده اللي هنشوفه إن شاء الله الحلقة اللي جاية في تحويل الجمل المثبتة إلى جمل منفية دون معرفة الزمن، هعرف فيها أهمية الأفعال المساعدة وهعرف إزاي أنفي باستخدام الفعل المساعد. طيب دلوقتي إن شاء الله عشان أتأكد هل أنت فهمت ولا ما فهمتش هناخد جملتين اتنين، الجملتين دول هتكتب لي في الكومنتس تحت في التعليقات subject مين، الverb فين، ويا ترى فين الhelping verb وفين المين verb. Number one، أحمد has been reading for 2 hours. The second sentence is Rana will have studied 3 lessons by 8 o'clock. يلا عايز أشوفك في الكومنتس يا ترى فهمت ولا ما فهمتش، طلع لي يلا subject والverb والhelping verb ومين هو المين verb، وانتظروا الإجابة في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. هذكركم تاني الحلقة اللي جاية هناخد فيها how to change a sentence into negative، إزاي أحول جملة في الإنجليزي للنفي بدون ما أعرف زمن الجملة إيه، وده باستخدام الأفعال المساعدة اللي لازم تحفظها على ما تيجي الحصة اللي جاية إن شاء الله. Thank you very much for watching. Don't forget like, share,
subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Assalamu alaikum.